ايوه اهلا بيكي. اهلا اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. الحمد لله يا روحي. اتفضلي. ممكن اكلم الشيخ؟ طبعا ممكن تفضلي. طب يا حبيبتي، والله انا بنتي كان متجوزه بقى لها 11 سنه، ايوه وجوزها طبعا ما كانش بيشتغل، شغلنا وجبنا له عربيه واشترينا شقه باسمها يعني كل اللي هو عايزه عملناه لبنتي، وكان لها جاره جنبها بالظبط يعني اصغر منها بسنتين ثلاثه، فمش يعني مش قادره اقول لك الخيانه. احنا عملنا كل شيء حلو والله يا بنتي، وهو ربنا عالم وربنا ما بيحبش الظلم وربنا على الخاين. المهم ما طولش عليكي، فخد هم يعني كان ليه علاقه بجارتها دي، وخد وجارتها دي اتطلقت من جوزها ورمت وثلاث اولاد زي القمر لجوزها، وانا وراحت اتجوزت جوز بنتي وخدوا بعضهم وراحوا بلد تاني، يعني مش هقول لك على البلد التانية دي كمان. وهو رمى، هي رمت ثلاثة وهو رمى ثلاثة. لا حول. انا بقى بنصح اي واحدة ما تصاحبش واحدة وتفتح بيتها الواحدة اللي لما تعرف اصلها وفصلها. المهم يا بنتي ما طولش عليكي، انا ليا شقة، والشقة دي باسم انا، وابن عايز اكتب له الشقه، هي قفلت شقتها وقعدت معايا، هي اجرتها وقفلت شقتها وقعدت معايا. هو زعلان ان انا خايف لبنتي تاخد الشقه الثانيه، وانا طبعا يعني انا محتاره اكتب. انا قلت تاخد انهي شقه؟ تاخد انهي شقه؟ الشقه اللي هي اللي انا قاعده فيها، اللي هي بتاعت انا اللي هي جت عاشت فيها معاكي، عاشت فيها معايا عشان تصرف على اولادها، اجرت شقتها. طيب والشقه بتاعتها مين اللي كان شاريها لها؟ انا اللي شايلها لها يا ماما. طيب وابن حضرتك عنده شقه؟ توفى وخدت الورث بتاعه واشترت الشقه، خدت ورثها من ابوها واشترت الشقه. أيوة. وابن حضرتك مأجراها. طيب حلو قوي. انا دلوقتي يا بنت ابني زعلان ان هي قاعده معايا ومخاصمني. الله. وقلت له طب خلاص يا عمر انا هكتب لك الشقه، فاخواتي قالوا لي لا ما تكتبش الشقه، تبقى هاله لما تموتي يبقى ياخدها. اعمل ايه يا حبيبتي؟ لا طب وليه تكتبيها له او تكتبيها لها؟ ما هي شقته. هي لا هي خلاص هي خدت شقتها. هو عمر ما عندوش شقه؟ ثواني بس. لا هو ملهوش شقه. لا هو ملهوش شقه. هو ساكن في ايجار. ايوه بس دي شقتها ميراث ابوها. ثواني مش فلوس الحاجه. عمر ملوش شقه. ملهوش شقه. لا حضرتك ثانيه واحده. طيب وهو ما خدش الميراث اللي ورثه من ابوه اشترى شقه لنفسه؟ فتح بيه مشروع، والمشروع فشل يعني. هو حالته صعبه. فتح مشروع، المشروع فشل. دي فلوس البنت. ايوه تاكدين ان دي فلوس. طيب طيب يعني دلوقتي يعني عشان انا محتاره دلوقتي اكتب له الشقه باسمه ولا هي انا هي انا قلت لها. انت ما عندكيش غير عمر وبنوتك وبنتك بس، ولد وبنت صح؟ ايوه ولد وبنت بس. انا قلت لها يا سميحه لما انا اموت الشقه دي بتاعت عمر. لا وانا في رقبتك عايزه تاخديها ادي له شقتك، مش عايزه تاخدها يبقى دي بتاعته. قالت لك ايه؟ انا كنت عايزه اكتبها له. هي قالت لك ايه سميحه؟ قالت لي طبعا انت مش قادره اقول لك يا بنت، الناس عماله بالسوء، خايفه انا خايفه لما اموت. سميحه دي بفلوس هو خايف لما انا اموت هي تبني فيها. طب اسمعي بقى الراي الشرعي، وعمر يسمع الراي الشرعي، وفي الاخر هو عايز بقى يعمل اللي يعمله بس يبقى فاهم الشرع فين. ماشي يا حاجه؟ ماشي يا مدام هدى. انا بس مضايقني الراجل جوزها اللي حب جارته وسافروا بره، الموضوع ده يعني حاسس في نفسيتي. بس حضرتك رد على السؤال. خلينا في المشكله. هي بنتها اللي انا فهمته بقى ان بنتها سميحه دي ورثت وعمر ورث. سميحه وعمر وعمر ورثوا اخوات، الاثنين خدوا ميراث من ابوهم. تمام. عمر عمل مشروع بفلوس ابوه بالميراث بتاع ابوه. فشل. لا مش قصتنا، المهم خد فلوس ابوه عمل بقى مشروع. سميحه خدت فلوس بتاعت ابوها واشترت شقه. ده اللي انا فهمته من كلامك يا حاج. مظبوط. الشقه اللي انت موجوده فيها حاجه دي بتاعتك او بتاعت والدتهم وانت مقيمه فيها. صحيح كده كلام مظبوط. مظبوط. لا يجوز لك على هذا الوضع ان تكتبي شيئا لا لعمر ولا لسميحه. لا لده ولا لده. لا الولد ولا البنت، وانما تبقى الشقه كما هي تحت امرتك. هو بنتك ساكنه فيها او ساكنه معاكي فيها او عايشه معاكي فيها، هي طبعا لازم لها بيت ابوها، هتروح فين وتسكن فين؟ صحيح. حتى وان كانت شقتها هي استثمرتها او بشيء اخر، ده شيء كويس عشان تربي ولادها وعشان كذا، لازم انت يا عمر تاخد بالك وتساعدها. يا عمر ما يبقاش الزمن وانت يعني علاقتك ما يبقاش يعني الاثنين. الراجل طفش ومشي، ما تبقاش انت ونقول بقى الرجاله كلها كده. فانت حاجه ما تكتبيش يا حاجه هدى، ما تكتبيش حاجه لاولادك خالص، وسيب الموضوع كما هو عادي. ومن غير ما توصي بنتك ان انت هتاخد شيء، ما لهاش البنت لها الثلث والولد له الثلثين، يعني الشقه دي في الاخير بعد العمر الطويل ليك يا حاجه هتبقى
يبقى عمر له الثلثين وبنتك سميحة لها الثلث. يعني البنت مشكلة. تورث في الشقة دي والست ما تكتبش الشقة لا باسم سميحة ولا باسم عمر بالزبط. ولا تقول لسميحة الشقة دي تبقى بتاعت أخوك لأنه كده ظلم لسميحة. بالظبط. صح كده؟ لا هي هم خايفين من حكاية وضع اليد إن طبعا أخته سكنت في الشقة فقاعدة فيها فخايف إن بعد عمر طويل لأمه ما تقدرش تخرج من الشقة. لا ده ميراث شرعي ومن حقه إنه ياخده ما في دي ما فيهاش حاجة تزعل أي حد لكن لا تكتبي شيئا لأحد يا حاجة دي شقتك خليكي قاعدة فيها. طب وعمر اللي مقاطع أمه ده بقى نعمل فيه إيه؟ لا لابد من ان يتدخل بعض الناس ومتضايق وكده ما ينفعش حد يتدخل يفهمه ويتكلم معاه معلش قد يكون برضه معلش هو برضه قد يكون هو مضغوط نتيجه خسارته في المشاريع او انت عارف الظروف الاقتصاديه المسيطره على الدنيا كلها يعني انما الموضوع لو حب يا فضيله الشيخ وسميحه موافقه والام موافقه وكده يبقى حرام برضه لان ده اخذ بسيف الحياه استني ما هي مش حكايه وافقه ما فيش وقت بص النهارده معلش بس خلينا بالمنطقي يعني النهارده هنقول الشقه دي بتاعتهم هنخليها مثلا ب 90,000 جنيه. فهي لما بتقول اكتبها لابني فمعناها ان الاخت هتتنازل عن 30,000 جنيه. لا هي عايزه ال 30,000 جنيه هتقول لك انا ولادي اولى بال 30,000 جنيه. ده الكلام اللي احنا اتربينا عليه على فكره. احنا لكن لو ربينا اولادنا على المحبه وعلى الايثار لا هتلاقي واحد يقول لاخته يبقى متضرر ان اخته عايشه في بيت اهله ده بالعكس ده يقول لها تعالي اجري شقتك يا حبيبتي وتعالي اقعدي عندي في بيت اخوكي لان هي لها مين غير اخوها الان بعد وفاه الاب. لكن احنا بس احنا محتاجين نراجع تاني الاساسيات الدينيه بتاعتنا نراجع تاني اساسيات التعليم الديني ازاي الاخ ايه الدور اللي على الاخ وايه الدور اللي على الاب وايه الدور اللي على البنت ودي القصه اللي احنا كنا بنتكلمها في اول الحلقه لما النبي عليه الصلاه والسلام كان يعمل عشان الانسان يستشعر تحمل المسؤوليه الانسان يبقى عنده احساس بالمسؤوليه فالدين هو مسؤوليه الانسان فانت دي مسؤولياتك انت ان اختك انت ترعيها وتحفظها. طيب هبه بقى في السريع كده بتقول لك جوزي بيحب